كلمتين خفاف مع حمزة. صباحكم بالخير، صباحكم مزيان وبالطاقة مليان. خمسة عادات تبني بيهم ثروة واستقرار مالي، لكن شنو اللي يميزهم على غيرهم؟ كان تحب تكتشف عادات الأغنياء في تدبير شؤونه، تحب تحقق الاستقلال المالي، كل شيء يبدأ بعاداتك المالية. العادة رقم واحد، لازم يكون عندك خطة مالية إنك تتعمد تتحكم في المال. والمثال لهنا هو توفير 25% من دخلك وتخصص نص اللي ادخرته تحطه في صندوق وتسميه الصندوق الاستثماري، والنص الآخر في صندوق الطوارئ. كل ما تكون خطتك المالية أكثر تحديد يكون هذاك أفضل. ما تخليش فلوسك قدام الصدفة، خاطر كما قال المفكر إذا فشلت في التخطيط فأنت تخطط للفشل. في العادة الثانية اكتب وقال الادخار هو أهم جزء في عملية بناء الثروة. معظم الناس يتعاملوا مع الادخار بطريقة غلطة، هو إنهم يستناو آخر الشهر لمعرفة هل تبقات حاجة باش يدخرها، لكن الطريقة الأفضل هي تحديد مبلغ معين للادخار مع بداية كل شهر، والأفضل إعداد تحويلات تلقائية من حسابك الجاري لحساب التوفير في النهار اللي تتلقى فيه الراتب، وهكا ما تفوتكش فرصة باش تلم. فلا تدخر ما تبقى بعد الإنفاق، بل أنفق ما تبقى بعد التوفير، وقتها بشوية بشوية تولي ترى فلوسك تكبر وتقرب من تحقيق الحرية المالية. وهذا الكل بالطبيعة إذا تجنبت هك التضخم في نمط الحياة. لذا حافظ على نمط حياتك تحت المراقبة، راقب الإنفاق. نجي وتول الاستثمار هي أبسط طريقة وأكثر فاعلية لبناء الثروة بمرور الوقت أو مع مرور الوقت. هو ماراثون إنشاء ثروة، هو تخطيط للمستقبل البعيد. وفي العادة الأخيرة استثمر في نفسك. يدرك الأغنياء أنه أغلى حاجة عندهم هو قدرتهم على تكوين الثروة، هذا هو السبب اللي يخليهم يستثمروا، وباستثمارهم في رواحهم من خلال الكتب ولا الدورات التعليمية أو التدريبية وكل مصادر أخرى لاكتساب المزيد من المهارات والمعرفة. ديما يلوجوا في تكوين علاقات عملية مع ناس جدد، وأفضل استثمار هو اللي تنفقوا لتطوير ذاتك. هذا الاستثمار تقريبا الوحيد اللي ما ينجم ينحيولك حد، واللي يستثمروا في ذاتك لازم يغير جانب من جوانب حياتك للأفضل. كلمتين خفاف مع حمزة.